الو السلام عليكم. احنا انا راجل كبير وما ما كاينش اللي يجيب لي سالبوطه، كاينش اللي يدخل علينا حتى احنا كالسوق منعونا منه، كنمشيو شي للسوق ودابا حنا جالسين في الدار انا والمراه كبيره، ما كاينش اللي تسخر تاع علينا وما كاينش اللي يدخل علينا حتى شي طحين. الله يجازيكم بخير، عاونوا الناس وعاونونا حنا جميع المسلمين، راه كاين الناس الضعفاء اكثر منا، حنا كنطلبوا من الله الخير منكم. السلام عليكم. لالا شنو كطلبي؟ انا نطلب الصحه ديالي، ما عنديش حتى نطلب ما ناكل، نطلب نخلص كيرا وكل شيء يخصني. شنو انا مريضه في الرجل. وشكون اللي كيخدم عليك؟ يخدم عليا تاحي من عند الله، الحمد لله الحمد لله يخدم عليا. وعندك قلتي لي عندك شي بنت كتمسكينه كتخدم ولا كتطلب الله تعالى يعاونكم وهذا الشيء هذا اللي قلتي لي كتطلب الله؟ نسمع شي خديجه. خديجه بنتك؟ خديجه هي اللي تهضر. ها هي هضره خديجه. انا راني نخلص الضو ونخلص الماء ونخلص الكرا، والوالده هي معايدي مريضه، وكنت نخرج برا نسرج على الله. دابا محبوسين، دابا حنا محبوسين، ما سيبنا لا لا نخرجوا ولا لا ندخلوا، ما عندنا لا نمشيو. ها انتم كتشوفوا الحاله ديالها، ها انتم شوفوا الحاله ديالها، هي شهرين ضد الضوء، ها انتم شايفين مسكينه معاقه، هذه الوالده ديالها، ها انتم كتشوفوا، ها انتم مراه كبيره كارين هاد الناس وما عندهم ما ياكلوا، مساكن ولا والو. هاد البنت بنتها كتسعى كتسعى الله باش كتجيب لما ما تاكل وتخلص كراتها والموضوع ديالها وتخلص الدوالينها ولمها. والله يحسن العون، الله يحسن العون، الله يحسن العون، هذا ما نقول، الله يحسن العون. هضر يلا قول بسم الله. قول له رحنا ميتين وحنا حيين، ما عندنا شيء، راك سيكتور كل شيء ميت، كل شيء ما عنده شيء، ماشي غير انا، قول له تقريبا سيكتور فيه تقريبا شي 260 دار، تكوين المهني دويوير مكتوبة الله الوطن الملك. صافي جزاكم الله بخير، الله يديروا هذا الخير، الله يجزاك.